اهلا بكم. كشفت مصادر سودانيه مطلعه ان استقاله عبد الله حمدوك من منصب رئيس الوزراء الاحد جاءت بسبب عدم التزام المكون العسكري بقياده عبد الفتاح البرهان بالاتفاق الموقع بينهما في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وكان حمدوك اعلن ان الاستقلال في اختياره للمعينين سياسيا مطلب رئيسي في اتفاق 21 من نوفمبر مع الجيش، حيث سعى الى اعاده البلاد من حافه الفوضى في اعقاب الاجراءات العسكريه في اكتوبر تشرين الاول الماضي. دعت لجان والمقاومة في العاصمة الخرطوم إلى الخروج في مظاهرات ومسيرات تتجه إلى القصر الرئاسي اليوم الخميس مؤكدة على سلمية التظاهرات. وحددت لجان والمقاومة عدة نقاط لتجمع المتظاهرين الذين يواصلون منذ أيام الاحتجاجات المنددة بالمكون العسكري في فترة انتقالية ويطالبون بإنهاء الانقلاب العسكري في إشارة للإجراءات التي اتخذها رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 من أكتوبر الماضي. قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز الأربعاء 5 يناير كانون الثاني إن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان سيتنحى عن منصبه خلال يناير الحالي بعد أكثر من 9 أشهر من توليه المهمة، وأن ديفيد ساترفيلد السفير الأمريكي المنتهي ولايته في تركيا هو من سيخلفه في المنصب. وفيلتمان دبلوماسي أمريكي مخضرم تولى المنصب في أبريل نيسان، لكن سرعان ما صدم بأزمتين كبيرتين أولهما الحرب الأهلية المتفاقمة في إثيوبيا بين قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، والثانية الانقلاب العسكري في السودان. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تبحث عن كل الوسائل لدعم العملية الانتقالية في السودان ومن بينها العقوبات، وفق المتحدث باسمها نيد برايس. وقال برايس: نحتاج إلى رؤية رئيس حكومة مقبل في السودان يتمتع بمصداقية لدى الشعب السوداني، مضيفا أنه يجب أن تبقى العملية الانتقالية بقيادة مدنية. وأكد برايس قوله: نواصل اعتقاد أن الإعلان الدستوري في السودان لعام 2019 يعبر عن طلعات الشعب السوداني مثل خارطة الطريق للتحرك إلى الأمام. تواصلت تظاهرات حاشدة في عدد من المدن السودانية للمطالبة بالحكم المدني وتنحى العسكريين عن السلطة في وقت يستمر فيه خلاف الأطراف السياسية بشأن رؤية موحدة لاستئناف التحول الديمقراطي في البلاد عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وبدأت أحزاب سودانية محاولات للتوافق على ميثاق موحد، وأكدت رفضها فرض المكون العسكري لأمر واقع. وصل الهلال للمرحلة الثانية من الإعداد بملعب نادي كوبر بمشاركة 11 لاعبا فقط نتيجة الأحداث السياسية أمس الأول الثلاثاء. هذا وشارك في ميران صانع الألعاب الملاوي جيرالد جيري بعد وصوله صباح أمس الأول، بالإضافة لكلية المحترفين بقيادة الفواري محمد وترا والتنزاني ديفيد ريتشارد. وستتواصل تدريبات الفريق اليوم بنفس الوتيرة. في جانب آخر، وصل الهلال تجهيزات الملعب لإكمال النواقص قبل وصول مفاد الكاف. أكد عبد الله سر الخاتم لاعب الغرافة أن مباراة الأهلي التي ستقام مساء غد الجمعة في الجولة 13 من الدوري القطري ستكون صعبة على الفريقين في ظل رغبة كل منهما في تحقيق الفوز. وقال سر الخاتم في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: نسعى لمواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير على الشمال، لذا سنخوض مواجهة الغد بهدف واحد فقط هو الفوز وحصد الثلاث نقاط مع كامل احترام لفريق الأهلي. وأضاف: نسعى لتحسين ترتيبنا أكثر بجدول ترتيب الدوري، لاعبو الغرافة جاهزون بقوة يدركون المسؤولية الملقاة على عاتقهم. انتهت هذه النشرة مشاهدينا الكرام، أشكركم على المتابعة، والآن أعود لك دعاء لتكملة ما تبقى من هذه الحلقة. تفضلي.